السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الوحدة الثانية. أول موضوعنا في الوحدة الثانية بعنوان الأسس واللوغاريتمات. يتوقع منك عزيزة الطالبة في نهاية هذه الحصة أن تعرف الصورة اللوغاريتمية، تحول من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية والعكس، تجد قيمة اللوغاريتمات، تكتب مقدار اللوغاريتمية على صورة لوغاريتم واحد، توظف قوانين اللوغاريتمات في حال المسائل. سبق وأن تعرفنا على الأسس في الصفوف السابقة، ننتبه إلى نشاط 2 صفحة 53، وهذا طبعاً النشاط مراجعة للأسس اللي تعلمناها في الصفوف السابقة. استشاط 2 معطيني جدول زي ما أنت شايفه، بدي أكمل الجدول هذا، كله عبارة عن أسس، وإحنا بنعرف هذه الأسس زمان. المقدار بدي قيمة المقدار، 2 أس 3 عبارة عن 8، 3 أس سالب 2، الأس سالب بنزله في المقام عشان يتحول لموجب، يعني 3 أس سالب 2 عبارة عن 1 على 3 أس 2، أس كان سالب نزلته في المقام صار موجب، 1 على 3 أس 2 عبارة عن 9، يعني 1 على 9، 8 أس 2 على 3، 8 أس 2 على 3 عبارة عن الجذر التكعيبي لل 8 تربيع، طبعا ال 2 حتكون داخل الجذر، ال 3 برا الجذر، يعني 8 أس 2 على 3 عبارة عن الجذر التكعيبي لل 8 تربيع، طبعا الجذر التكعيبي لل 8 تربيع، 8 تربيع 64، الجذر التكعيبي لل 64 يساوي 4. 4 أس 0 عبارة عن 1، أي عدد أس 0 أسه أس حيكون الناتج 1. 5 أس 9 تقسيم 5 أس 7 في حالة القسمة احنا بنعرف إنه بنطرح الأسس، يعني حيصير 5 أس 9 ناقص 7 2، 5 أس 2 بيساوي 25. 2 أس نص، 2 أس نص هذه عبارة عن الجذر التربيعي للاثنين. الواحد حيكون في داخل الجذر، الاثنين برا، يعني هو نفسه 2 أس نص، أي حاجة أس نص يعني الجذر التربيعي للعدد. طيب 4 أس 3 ضرب 4 أس سالب 1، ما دام عندي ضرب والأساسات موحدة هنجمع ال 4 أس 3 زائد سالب 1. طيب 3 زائد سالب 1 2، يعني 4 أس 2، 4 أس 2 وتساوي 16. هذا بالنسبة للأسس اللي تعلمناها في الصفوف السابقة. الآن بدنا نتعرف على الصورة اللوغاريتمية في درسنا اليوم. ما هي الصورة اللوغاريتمية وكيف بكتب الصورة اللوغاريتمية؟ إذا كان ص بيساوي ألف أس س، أس ألف أس س، طبعا هذه عبارة عن الصورة الأسية، حيث ص وألف تنتمي لحالها موجب، وألف لا تساوي 1، نسمي س لوغاريتم العدد ص للأساس ألف. الصورة اللوغاريتمية هذه هي عبارة تقرأ لوغاريتم الصاد للأساس ألف بيساوي سين، كمان مرة، هذه عندي صورة أسية، هذه صورة لوغاريتمية، الصورة اللوغاريتمية تقرأ لوغاريتم الصاد للأساس ألف بيساوي سين، طبعاً ألف عبارة عن الأساس والسين عبارة عن الأس، وهذا عبارة عن الناتج، زي ما أنت شايف الصورة الأسية، أساس أس ناتج، يعني ألف والسين بتساوي صاد. هذه بالنسبة للصورة اللوغاريتمية وتقرأ لوغاريتم الصاد للأساس ألف بيساوي سين. طيب نتعرف على الجيد كيف نحول الهدف الثاني، كيف أحول من صورة أسية إلى صورة لوغاريتمية والعكس. في عندنا نشاط 3 صفحة 54، بدي أكمل الجدول هذا. أنا معطيني هنا صورة أسية صورة لوغاريتمية. الحالة الأولى كيف بدي أحول من أسية لوغاريتمية؟ 2 أس 3 بيساوي 8، الصورة اللوغاريتمية لوغاريتم. طبعاً مين حيكون هنا؟ الناتج 8. الأساس عندي 2، الأس مين الأس اللي عندنا؟ 3، يعني زي ما حكينا كمان مرة، الأساس 2، الأس 3، ال 8 عبارة عن الناتج، تقرأ لوغاريتم 8 للأساس 2 بيساوي 3، طب كيف بدي أحول من لوغاريتمية لأسية؟ هرجع مين الأساس اللي عندي؟ الأساس العشرة، الأس 4 بيساوي مين هو الناتج؟ الناتج 10000. طيب من أسية للوغاريتمية، لوغاريتم مين الناتج اللي عندي؟ 1 على 81 الأساس 3، الناتج اللي هو الأس سالب 4، الأساس 3، الأس سالب 4، الناتج 1 على 81. كيف أحول من لوغاريتمية لأسية؟ هي الأساس تحت، الأساس عندي 9، الأس 0، 9 أس 0 إيش الجواب؟ 1. هيك بكون حولت أنا من صورة أسية للوغاريتمية والعكس، طبعا هذا هدفي التالي. طيب عشان نوجد قيم الهدف الثالث، عشان اوجد قيمه اللوغاريتمات لازم اتعرف على قوانين اللوغاريتمات هذه. في عندنا مجموعه من القوانين للوغاريتمات. القانون الاول والقوانين يا بنات مهم كثير كثير في حل التمارين. القانون الاول لوغاريتم الالف للاساس الف بيساوي 1، لوغاريتم الواحد للاساس الف بيساوي 0، لوغاريتم الالف اس للاساس الف بيساوي س، انتبه يعني الف بيطلع الناتج اس اللي فوق س.
القانون التالي: إذا كان س يساوي عددين حقيقيين موجبين وكان ألف عددا حقيقيا موجبا غير الواحد، فإن لوغاريتم س ضرب ص للأساس ألف، ننتبه إنه في عندي ضرب، ما دام عندي ضرب الضرب بيتحول لجمع، يساوي لوغاريتم س للأساس ألف زائد لوغاريتم ص للأساس ألف. طيب لو كان عندي قسمة، القسمة هتتحول لطرح، لوغاريتم س على ص للأساس ألف هتصير طرح، هتصير لوغاريتم س للأساس ألف ناقص لوغاريتم ص للأساس ألف، وهذا مهم كثير القوانين إنه الضرب هيصير جمع والقسمة هتصير طرح. آخر قانون في اللوغاريتمات إنه لوغاريتم ص أس م للأساس ألف تساوي م في لوغاريتم ص للأساس ألف، لكن شرط إنه م تنتمي لحاصة يعني ما عدا الصفر. انه ميم ما تكونش صفر، لانه اصلا لو ميم كانت صفر هيطلع الناتج عندي صفر، يبقى شرط انه ميم تنتمي لحصتار جميع الاعداد الحقيقيه ما عدا الصفر عشان ما يطلعش الناتج صفر. هذه بالنسبه لقوانين اللوغاريتمات. الان بدنا نتعرف كيف نوجد قيمه اللوغاريتمات، وهذا هدفنا الثاني في هذه الحصه. في عندنا نشاط 5 صفحة 54، نشاط 5 صفحة 54، أوجدي قيمة اللوغاريتمات الآتية: لوغاريتم 2 أس 6 للأساس 2، طبعاً نطلع على قوانين اللوغاريتمات، زي ما أنت شايفة، مين حستخدم؟ هستخدم القانون هذا، يبقى مين حيطلع الناتج؟ لوغاريتم الألف للأساس ألف أس س، لوغاريتم الألف أس س للأساس ألف بيساوي س، هو نفس القانون هذا، يبقى على طول لوغاريتم هذا هتطلع الستة، يبقى لوغاريتم 2 أس 6 للأساس 2 هتطلع الستة. طيب لوغاريتم جذر السبعة للأساس سبعة، طبعا هذه الجذر السبعة عبارة عن سبعة أس نص، دائما الجذر التربيعي العدد حيكون أس نص، لوغاريتم السبعة أس نص للأساس سبعة هنستخدم نفس القانون، هنا سبعة سبعة هيطلع لي الناتج مين؟ هيطلع النص برضه. طيب السؤال الثالث: لوغاريتم التسع للأساس ثلاثة، طبعا التسعة عبارة عن ثلاثة على أس اثنين، أنا واحد على ثلاثة أس اثنين للأساس ثلاثة، بدي لما نرفع العدد للأعلى هتتغير الأس من موجب لسالب، هتصير عبارة عن لوغاريتم ثلاثة أس اثنين في المقام موجبة هتصير في البسط ثلاثة أس سالب اثنين سالبة للأساس ثلاثة، على طول هطبق نفس القانون ثلاثة ثلاثة، الأس اللي عندي مين هو؟ سالب اثنين، يبقى الجواب هيطلع سالب اثنين. هذا بالنسبة لنشاط 5 صف 4 صفحة 54. الهدف الرابع عندنا كيف نكتب مقدارا لوغاريتميا على صورة لوغاريتم واحد، برضه هستخدم قوانين اللوغاريتمات. في عندنا نشاط 9 صفحة 56، اكتب كل مما يلي بصورة لوغاريتم واحد، مين اللي حيساعدني؟ طبعا القوانين حتساعدني. ها انا عندي هذا الطرح، مجرد ما تطلع السؤال عندك لوغاريتم 8 للاساس 2 ناقص لوغاريتم الص للاساس 2، هذا عباره عن طرح، اللوغاريتمات نفس الاساسات، وعندك طرح على طول، ما دام عندي نفس الاساسات، عندي نفس الاساسات وعندي طرح بتحول لقسمه، في الاول في البسط حيكون الاول، في المقام حيكون مين؟ الثاني، يبقى عباره عن لوغاريتم للاساس 2 الاول حيكون في البسط، الثاني مين حيكون في المقام؟ يبقى عبارة عن لوغاريتم 8 على ص للأساس 2. السؤال الثاني زي ما أنتم شايفين عندنا بين قوسين عندنا جمع، يبقى الجمع على طول هحوله لضرب، ننتبه إنه يكون نفس الأساسات، هذا أهم شرط، لوغاريتم للأساس 3 الجمع هيتحول لضرب، الأول القانون هذا هيكون الجمع هيتحول لضرب، الأول ضرب الثاني، يبقى هيصير عندي هنا لوغاريتم للأساس 3 الأول 4 أربعة الثاني س، يبقى أربعة ضرب س ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة، طبعا هذه بقدر أنا أبسطها، هذه المهم ممكن أستخدم القانون هذا لوغاريتم ألف أس س للأساس ألف عشان آخر قانون إنه لوغاريتم الص أس م للأساس ألف، إنه هذا عبارة عن م لوغاريتم الألف لوغاريتم الص للأساس ألف، يبقى ممكن أرجع على الم استخدام هذا القانون، انه مين هي الميم؟ هذه عبارة عن الثلاثة، الثلاثة ممكن أرجعها في مكانها، انه هذا عبارة عن لوغاريتم 2 ترجع الثلاثة في الأس، عبارة عن 2 أس 3 للأساس 3، كمان مرة الثلاثة حترجع للأس، لوغاريتم 2 أس 3 للأساس 3، هلقيت حيصير عندي لوغاريتم 4 في س، طبعًا حنكتبها 4 س للأساس 3 ناقص لوغاريتم للأساس 3 2 أس 3 8 ويساوي، الأساسات عندي موحدة وعندي طرح، على طول الطرح هيتحول لقسمة الأول على الثاني، لوغاريتم للأساس 3 الأول عبارة عن مين؟ الأول عبارة عن 4 س على 8
ممكن انا ابسط هذا كمان، هو عباره حيكون عن لوغاريتم للاساس 3، ممكن نختصر على الاربعه 1 على الاربعه 2، هذا ممكن يكون لوغاريتم السين على 2 للاساس 3، سي لوغاريتم السين على 2 للاساس 3، هيك بكون انا كتبت المقدار اللوغاريتمي على صوره لوغاريتم 1. في النهايه معاكم النشاط البيتي 1 و2 و3 و4 صفحه 59 بتحلوا لي اياها وبتعتوا لي اياها على الصف الافتراضي.